وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام. استاذ جميل، بعد التحيه، لعلك تابعت معنا الجزء الاول من المؤتمر الاول للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. للمره الاولى نجد اندماج الكيانات التي تعمل في مجال العمل الاهلي والتطوعي تحت كيان واحد يسمى التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. كيف ترى الفكره وكيف ترى الانجازات التي تمت خلال 2022 العام الاول لهذا التحالف؟ هو في البدايه طبعا هذا التحالف طبعا ده شيء عظيم جدا وشيء مهم جدا في هذا التوقيت، وطبعا ضمه لكل التحالفات القوى او الجمعيات الاهليه اللي موجوده في كل ده، طبعا دليل على قدرته على الوصول للمواطن وتقديم خدمات مثاليه للمواطن المصري، وهو ده اللي احنا شفناه خلال العام الماضي والعمل بكل قوة من أجل الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجا والوصول إلى المناطق الأكثر تضررا والأكثر احتياجا أيضا، وتقديم لهم الخدمات، خدمات على كافة المستويات، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، وتقديم مساعدات عينية، والعمل على تدريب المواطنين لخلق فرص عمل لهم في مجالات مختلفة عديدة. كل ده كان خلال العام الماضي قدر ايضا ان هو يصل الى المواطنين في شهر رمضان المبارك وتقديم ايضا الوجبات ليهم. كل ده بيؤثر بشكل كبير على الحياه داخل الدوله المصريه ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين، وايضا التكامل بين المجتمع المدني والحكومه المصريه في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منسق وشكل تنظيمي ايضا كبير بين الحكومة وبين التحالف الوطني وبين منظمات المجتمع المختلف. المحاور الثلاثة التي يعمل عليها أو من خلالها هذا التحالف، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي. في رأيك وللوصول إلى خدمة أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وفي المحافظات الحدودية على وجه التحديد، ما هو المطلوب لتحقيق الرؤية الأشمل في 2023 لهذا التحالف في إطار التعاون والتنسيق ما بين التحالف والوزارات والجهات المعنية؟ هو بالطبع المرحلة المقبلة زي ما قال سيادة الرئيس أن يجب أن يكون التحالف خلال عام 23 بشكل يعني أقوى من 22 نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم من الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت بشكل كبير على العالم ككل. فيجب ان يكون هناك تنسيق كبير ويبقى في دعم اكبر ايضا للدول والتنسيق بين الحكومه والوزارات المعنيه من تضامن اجتماعي ووزارة الصحة وخلافه، من أجل أيضا المساهمة لرفع المعاناة على المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات الممكنة للوصول إليهم. كل ده مطلوب خلال الفترة الحالية. كيف نظرت إلى مسألة أو فيما يقال في المثل الشهير لا تعطيني سمكة وعلمني الصيد، والتي يعني ربما رأيناها في الفيلم التسجيل الذي عرض أثناء الجزء الأول من هذا المؤتمر، مسألة مساعدة المحتاجين للعمل في إنشاء مشاريع صغيرة، والأرقام تتحدث في هذه الفترة الوجيزة حوالي 9 أشهر تم فيها القيام بالعديد من المشروعات الصغيرة للأسر. هو ده طبعا ده شيء من اهم الاشياء اللي بينفذه التحالف، اللي هو التدريب على مهارات للعمل المتخصص في مجالات عديده جدا، وثم بعد ذلك العمل على الدخول في سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين. ده من اهم الاشياء، ان هو لا يعني المواطن يمتلك المهنة، يمتلك فرصة عمل بدلا من أن تصل إليه المعونة بشكل كبير. هو ده اللي احنا بنشوفه من خلال القوافل اللي التحالف
إطلاقها لا التدريب على مهن مختلفة تحتاجها القرى المصرية وتحتاجها الأماكن اللي بيقطنوا فيها، ودي هتوفر أيضا فرص عمل من خلال التدريب الجيد. طبعا ده من أهم الأشياء اللي تمت في التحالف في العام الماضي. يعني محور مهم جدا أستاذ جميل في هذا التحالف أو هذه الفكرة عموما هي ثقافة التطوع. أكثر من 250 ألف متطوع في هذا التحالف يعمل من أجل خدمة أهالينا في القرى والأماكن الأكثر احتياجا على كافة المستويات. ثقافة التطوع في ظل أيضا الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم. هو طبعا ده الشعب المصري، وهو ده الشباب المصري اللي هو العمل الخيري اللي موجود داخل المواطن المصري بشكل كبير. ان وقت الازمات او وقت العمل او وقت الاحتياج اليه المواطن المصري بيكون موجود وبيقدم خدماته بشكل تطوعي. هو ده اللي احنا شايفينه في كافه المحافظات، اكثر من 250 حضرتك بتقول ألف واحد متواجدين متطوعين بيعملوا على إيصال المعونات للمواطنين، على العمل على تدريب أيضا المواطنين. كل دي ده نتاج من المجتمع المصري، أو هو ده البذرة اللي موجودة داخل الشعب المصري ككل، إنه بيقدم الخدمات وبيسعى إلى تقديم الخير دائما. ده شيء عظيم جدا، وفي ظل الوقت الحالي في ظل الأزمات اللي احنا موجودين فيها، لكن هناك شباب بيتطوع بشكل كبير لتقديم الخدمات، ومش في التحالف فقط لكن في كل المبادرات اللي داخل الدولة المصرية هتجد شباب بيتطوع من أجل تقديم المساهمات ومن أجل إيصال المعونات إلى المناطق الأكثر احتياجا. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.